وقفنا عند التطورات الإقليمية الكبيرة والحساسة التي تشهدها المنطقة، تقدم الإرهابيين في عدد من المناطق في الجارة الشقيقة سوريا، وانعكاس مثل هذا الحراك الإرهابي على المنطقة بشكل عام، على العراق بشكل خاص، المخاطر التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في حماية الأمن القومي العراقي، كان أيضا محط التداول والنقاش مع قيادة المحافظة والحكومة المحلية. لا شك أن واقعنا المجتمعي اليوم يختلف عن الظروف التي مررنا بها في عام 2014. نشهد تماسك مجتمعي كبير ووعي جماهيري وشعبي وعشائري لخطورة التطرف والإرهاب، مما يجعل مجتمعنا محصن بدرجة كبيرة من الانزلاق في أي تداعيات إرهابية. أجهزتنا الأمنية اكتسبت خبرة واسعة وكبيرة في مكافحة الإرهاب في السنوات الماضية، وتعد العدة بشكل واسع لحماية الحدود ولحماية محافظاتنا والمساحات والمناطق الرخوة التي قد ينفذ منها الإرهابيون إذا ما حصل أي تطور سلبي ولا سمح الله. لذلك الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد، التحضيرات العسكرية كبيرة وواسعة، الوعي الشعبي كبير، القادة السياسيين في عدد من الاجتماعات التي عقدت مؤخرا للإطار التنسيقي لائتلاف إدارة الدولة بالأمس مثلوا حالة من الإجماع الوطني لدعم الحكومة في إجراءاتها لاستتباب الأمن في بلادنا وحماية الأمن القومي العراقي والحدود العراقية.